في قرآن الوجع تنسور لكن مشفنا في هم للغضرية وحتى وحتى بسورة السجاد آيات تؤسنا من آيات الوصية في قرآن مشفنا في هم الخاطرية وحتى سورة السجاد آيات تؤسمى من آيات الوصية واسمع من آيات الوصية يرتل بالأمل وصية للأمم على لسانا إلى النبي يوصي بالصلاة ويؤمر بالزكاة ووصل كربلة رايح ووصل كربلة رايح يوصي بلا الشهيد المعتف يوصي بلا الصدق الشهيد المعتف يوصي يا بناس في الدمع لاقم الضلع كل مستمع يسمع عزا الوالد يوصي بناس في الدمع علاق مضلع كل مستمع يسمع حزال والد يغتل بالألم وصية للأمراء على لسان إلى قال النبي الهار يوصي بالصلاة ويأمر بالزكاة ووصل كرب الحل روحي وغاري يرتل بالألام وصية للأمراء على لسان الأقوال النبي الهاري يوصي بالصلاة الشهيد المعتف يوصي بلا
الصدور الشهيد المعتق يوصي بناس في الدمع ساقط مطلع كي نستمع نسمع حزان الوعاد يوصي بناس في الدمع ساقط مطلع كي نستمع نسمع حزان الوعاد يوصي بالصلاة يأمر بالزكاة ووصى بكربلاء كل رايح وغادي ووصى بكربلاء كل رايح وغادي يا حديث عن مصابي على عظم الفجيعة والرزية على عظم الفجيعة والرزية يحدث عن مصاب حسان مآسيه بصباحة والمسيا مزاجي دموعي شارب على عظم الفجيعة وذكرى للحسن يأذي والله لا ويوفي هالقسم الباري بذكرى ولا لحظة نسى كتاب أرض وسما عبارة يا حسين عبارة يا حسين حب رأي العوام عبارة يا حسين حب رأي العوام نرخي بيا نمع الحزن علم ما لا قاج فين أرخي بيا نمع الحزن علم ما لا قد في كل صباح كل صباح وكل مساء لا ما نسى مرفع ما غلا صباح وكل مساء لا ما نسى الناس مرفع ما دام على الحزن علم ما لا قد في دام على الحزن علم ما لا قد في كل صباح وكل مساء ما نسى كان نسى مرفع ما ذكرى الحسين والله ويوفي هالقسم بالكلب بذكرى ولا لحظة نساها كتاب أرض وسماء بعبارة يا حسين وحبره العرب عبارة يا
وخير دام عن حزين عن ما لا جاء ست صباح وكل مساء كل لطمات صدور
وضامي من ذبح يا وسرس بالفرات يا علي الدمعات اللي من جلد جسم الأعوج تطحن المغرات مو واحد أنا فاقد في عاشور العشيرة وفقدت حسن قضي وأكل عين وبس شمس خبات منيرة أنا موت في الأطفال ومهما بيت السم الشيعة أبويا شفت فيها وعلى صدر رضيعة وعلى صدر رضيعة أنا موت في الطفوف ما هو بالسم يا شيعة أبويا شفت فيها وعلى صدر رضيعة فقدت حسن وضواك العب وقلبت شمس تقلت منيرة لأن موتي في طفوف أما هو بالسم يا شيعة أبويا شفت فيها وعلى صدر رضيعة.